ابني انا هقول لك كلمات وانت تقول رد الفعل عندك، بس بكل بساطة اي رد يجي على بالك اسكعه على طول. اسكعه؟ اتفضل يا دكتور. منى. وردة حلوة. حماتك. بتنجان اسود. معلم عاشور. اوف ابو ودنين. اكس الله يكسفك. في ايه؟ مالك يا معلم؟ سامع يا سيدي صاحبك بيقول عليا اوف ابو ودنين؟ انا اوف ابو ودنين؟ الله يطلعك يا تحسين، انا قلت له 100 مره ما يقولش الحكايه دي قدامك. معلش يا معلم، اصله بيتعالج. يتعالج ايه؟ دي اللي اتحايا يا معلم. هو دلوقتي في نوبه صراحه، وتلاقي عقله الباطن هو اللي بيتكلم. يعني هو حكيم الباطن. تمام. اعتقد ان تحسين عنده عجز جنسي. لا مؤاخذه، يعني ايه عنده عجز جنسي؟ عنده الظاهر ان ما عندوش يا معلم. مفلس؟ تحسين مش راجل يا معلم. اسود ومنيل بستين نيله، يعني بنت اتجوزت حرمه. على اي حال ده مجرد احتمال. طب ازاي يا دكتور هنعرف الحقيقه؟ شوف، اي مفيش غير انك تاخده وتقضي معاه ليله حمراء، وبعد الليله دي انا هقدر احدد. طب نزل ايدك من عليا. كلام ايه ده يا دكتور؟ شفت حاجه عليا؟ حد قال لك اني عيب؟ عيب يا ابني، عيب الكلام اللي بتقوله ده. انا اقصد انك تشوف له واحده، تشقط له واحده يقضي معاها الليله. اشقط انا على اخر الزمن؟ كلام اسماعيل عمل كده. خلاص حاضر. ده صديقك ولو عليك حقوق. ايوه ده كتير يا دكتور، ده انا ما عملتهاش مع نفسي لحد النهارده يا عالم. ان ما كانش عشان خاطره هو، يبقى عشان خاطر انا وبنتي يا استاذ. امري لله، بس ما حدش يقول لحناظر. شوف انت تاخد الجهاز ده وتثبته في السرير من غير ما ياخد باله، تخمه يعني. اخمه؟ ايوه يعني خاله. بس اسكت وخد لي بالك، وقبل ما يحصل اللقاء العاطفي المنتظر تديني خبر هنا في العيادة، وانا حراقب كل حاجة من الجهاز ده. خبر زي بعضه يا جدعان، يعني الراجل يبقى قاعد فوت وقافل باب عليه وانت تراقب وتكشف ستره كمان. وبعدين وبعدين دي سيكولوجيا يا معلم. استر ان شاء الله. ماشي كل حاجه بس ما تخافش. هو قال لكم ايه الدكتور؟ خير سليمه ان شاء الله. سليمه تعال 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 بس تعال معانا. يلا توكل على الله. يلا بينا. يلا في الحمد لله اللي جزاك الله يا معلم. هو الدكتور قال لكم ايه؟ والله هو بيقول يعني ما تتكلم يا استاذ. ايوه يا معلم الصبر طيب. ما هو عمال يسال وانت مبلم. اتكلم اتكلم يا استاذ. ايوه بجمع افكاري وارتبها يا معلم. الحكايه بقى فيها تجميع وترتيب. انا من ساعه ما قال لي انتوفوريا وانا مش مستريح. شايف؟ اي ايه؟ يلا يا سيدي. الدكتور قال لنا ان اعصابك تعبانه شويه ولازم تقعد في شقتي يومين ثلاثه لحد ما تروق وتبقى عال. وما اقعدش في شقتي انا ليه؟ ما انت عارف بقى اللي بيحصل لك في شقتك. ومنى؟ منى ما تتكلم يا استاذ. يا معلم مش كتف ده اللي بتضرب عليه، كتف التاني. ما هو الراجل عمال يسال وانت مبلم. ما تفهموني الحكايه بقى بالظبط. اصل منى رخرة لازم تقعد عند والدها يومين لحد اعصابها ما تستريح، مش كده يا معلم؟ براو عليك يا استاذ الاساتيز. ما هو ده اللي قال عليه الدكتور بالظبط. انا استحيل اقعد بقى بعيد عن مراتي. ايه هندوحر مع الدكاتره النفسوانيه كمان؟ افترض انت ومنى روحتوا البيت، ما هي المصيبه هتحصل تاني ويرجع ابوك عند اخوك. طيب اللي تشوفوه. في صحتك. اتفضل.
أربع دول عبال ما وضب لك السرير والأوضة احتفالا بشخصك العظيم الهايل. يا عظيم يا هايل. وإيه ده اللي عظيم وهايل؟ أكيد الأنتفوريا واضحة علي. أنا أصلي افتكرت إن عندي مشوار صغير رايح أقضيه وأجي. طب أجي معاك عشان أنا بخاف أقعد لوحدي. لا لا لا، دكتور قال ما تخرجش أبدا، لازم تستريح في البيت. طب ما تأخرش عشان أنا زهقان. والله يا صديقي حسب التساهيل. ادعي لي إن ربنا يوفقني. اتكل على الله. كل يوم هشرب من نفتالين ده. مش انا اللي عاوز، هو اللي عاوز. هو مين؟ زميلي. يعني لو سمحتي 5 دقايق من وقتك تبقى عملتي عمل انساني كبير. انا مش فاهمه انت عاوز ايه بالظبط. مش انا اللي عاوز، ده هو. ومستعدين ندفع لك اللي انت عايزاه. يا صيف انت، ها؟ قلت ايه؟ في ايه يا فندم؟ عاوز حاجه؟ انا مش عاوز، هو اللي عاوز. هو مين؟ زميلي. عايز ايه؟ الهانم بس. 5 دقايق وحنرجعها على طول، بس بعد ما نطمن. تطمن على ايه؟ امسك. اصل زميلي الدكتور قال له معاه عروض 5 سنين. هوب بان بانز هات ذا روز مي هو حنيع. الدكتور قال معاه عروض. قلت ايه؟ انت رايح فين؟ ساعات البيت. سيادتك فاهم غلط، انا مش عايزة عشاني، ده عشانه هو، وهنديها الفلوس اللي هي عايزاها. انت عايزة كام؟ ادي جنيه وهات الباقي. انت مالك انت؟ يا ابويا ساعات البيت. يا ساعات البيت، انت بتضربني ليه؟ انا ما بحبش الحاجات دي. انا والله العظيم راجل بصلي ومش ممكن اعمل حاجة تغضب ربنا. وحياة والدك تكلمها لنا. ها، احنا مستعدين ندفع لك اللي انت عايزه. انا هشوف حد لك اللي انت عايزه كله. ادي جنيه وهات الباقي. ها اتفضل يا مانا، اتفضلي. سعاده البيه، المساله كلها مش هتاخد اكتر من 10 دقايق على ما سيادتك تشرب القهوه نكون احنا اطمنا. اعمل فيك ايه؟ انت قليل الادب ليه؟ انت مش هتجيبها لبره، انا هلبك بقى. اوعى اوعى، انا هتخرب بقى. يو جتني تاني. انا ابن اسود شيش. يا راجل يا كلب يا اهو. ايه يا انت اهو؟ ايه ده؟ ايه كده؟ الله يلعنه. خير؟ طمني. فوز بنتي طلع راجل. راجل؟ راجل ولا مش راجل؟ انا مضرب ليه يا معلم؟ اتبهدل ليه؟ عالم اللي ما عندهاش ذوق ولا انسانيه. بقول له يا سعادتي بيها ناخد الوليه 10 دقايق عبال ما سيادتك تشرب القهوه عشان نطمن على الراجل. وعينك ما تشوف الا النور عليه مرزبه. يا اخي انا مالي باللي بتقوله ده كله؟ طمني الاول، هو طلع راجل ولا لا؟ يا معلم انا مستقل من الشغلانه دي، انا شقتي تحت امركم، انما انا ما اقدرش انضرب في اليوم مرتين، ما حصلتليش في حياتي. ايه يا اخي ده؟ ايه اللي بتقوله ده؟ اسمع مولى. ايه يا معلم. وربنا انا كان قلبي حاسس انك ضعوف ولا تنفع تستقطع حاجه ولا تعمل حاجه ابدا. مالكش دعوه انت. شكرا يا معلم. اروح انا الاسعاف اريح شويه. ريح ايه؟ خليك هنا، خليك. بلاش هاجر. هاجر ايه؟ انا هنزل استقبلك واحده على الفرازه اخر حلاوه. كنت اعرفها يا مشاو. وطي صوتك احسن منى تسمعني يا معلم. لا ما اصل منى خدت البت النبويه وراحوا عند زنوبتي ومسكت فيهم هيباتوا عندها. عن اذنك بقى ما البس حاجه عليك عشان اروح. طب بس ما تاخرش يا معلم لان الدكتور زمانه مستني. انا خايف على الدكتور لا يتعدي. خدي يا حبيبتي اشربي كوبايه الليمون دي وروقي دمك. متشكره يا زوبا، مش عايزه.
حياة النبي عينه صابتكم وصابتني معاكم. ما انا جاي عشان اقولك مش هخلي بابا ياجل جوازكم اكتر من كده. يا حبيبتي يا نور عيني، هو انا معقول يجيلي قلب اخش دنيا وانت لسه واقفه على بابها رجلي بره ورجلي جوه؟ يا حبيبتي يا زوبه اصيله، قولي يا منحوسه يا زوبه. بقول ايه، عن اذنك اما اروح ازور واحده جارتي عيانه. طيب يا حبيبتي. عن اذنك. اهلا وسهلا، اتفضلي يا سلولة، خشي برجلك اليمين. مش معقول، بحبه. ايه ده؟ ايه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. انت بتحبني وانا بحبك. بحب مين؟ مش انت محمود مليجي؟ مليجي مين؟ امال مين انت؟ مين ده؟ ما اسمها زين لولا. اه هي دي. ما اسمها زين لولا. ايوه انا بتاعت التجربه. يا معلم. معلم ايه؟ سوري يا مدام. لا ما تسيبنيش لوحدي يا مكرم. ثانيه واحده. ايه؟ في ايه؟ مالك؟ مالي ايه يا مكرم؟ ايه مرعوب كده ليه؟ في ايه؟ هي دي عريضه قوي. عريضه مين؟ عارف اللي مش عاجباك دي؟ كانت موقفه شارع عماد الدين على رجل واحده. دي ولا شارع عماد الدين ولا شارع الشوارب حتى. يا معلم احنا عايزين نعالج تحسين، مش عايزينه يقطع الخلف. فاهم يعني ايه؟ انت هتقعد تتفلفس، انت تروح توديها له مالكش دعوه، هي تصرف. يلا تعالى يا وليه. يا ابو سيدي لا انت بتحبني يا وليه. انا لا عاوز حاجه ولا حاجه، هو اللي عاوز. يلا بقى اديني بؤسه. انا حد عامل لي عمل؟ اديني بؤسه. ما اديش لحد حاجه. اوعى تخاومني، اوعى تخاومني ابدا يا وليه. ابويا ايه ده؟ ربنا معايا، ربنا معايا، ربنا ما يضرب كده. جاي تهزقني هنا يا معلم؟ معلش يا لولا الراجل سرجن. معلش بقى، يبقى البركه فيك انت يا معلم. كده معلش. وانا حتى هتعلقوني من كل حاجه. لا يا معلم، لا ما هو انا بقى هفهمك. انا هفهمك الحته. انا جيت لك اهو يا عينيا، ولا زيك اهو في الركال، والنبي لو ترضى عليا لافتح لك قلبي وكالة من غيرك ليا. يا اختي يا شرباتو، اختشي يا وليا اللي اختشوا ماتوا، اتلمي وخلي في وشك دم. هي اللي تشوف حسنك تتلم، تتوب توابات وتموت موتات، وتسيح سيحات وتروح وحدك كده بالاحضار، وتروح وحدك كده بالاحضار. احضني يا معلم. يا مغيث يا بوليس، دوغان هربان، دوغان هربان. خليك هنا، خليك بلاش تفارق، طوعني لاخد فيك سنة سنة واقوم ده سارق. ابعدي عني، اعملي معروف، روحي سيبيني انا عنجز روح. يا اختي عليك يا اختي، ويا روحي عليك يا روحي، لما تكوني يا جميل مكسوم صارت ليا تعالي اوام. انا عندي كلام، انا عندي كلام بدي اقولك، عندي كلام بدي اقولك. عايزه تقولي ايه؟ اخلصي. طيبك لما عليا يفوت، ما بنامش الليل وانت بتروح. عيش واموت، اموت وانا موت موزيل. عيب تاني على وش جواز. اه
من حبك وعمايله يا ابو قلبي كانه جلاس وانا بترجح وبحيله ود العشق الخبان لا وحتى بقيت مش طايله وانا اجيب لك على بغداد واعمل لك اللي مايله وحشتوني وحشتوني وحشتوني. مين دول اللي وحشوك؟ عيونك وحشوا عيوني. دول مش عايزين يشوفوكي. ياللي مش عليه مكتوبة وبعادك عني رتوبة. طب اعمل ايه معزوبة ودنيا بقت مخطوبة؟ ادي زوبة زقعة. لا 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 ادي زوبة زقعة. لا 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 ما تفكرش فيها ودي زوبة زقعة. لا 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 هي اولى بيها ومن تستاهل الزقعة. لا 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 يا معلم يا حنين يا معلم يا اخويا يا نار زي بعضه رحنا في داهية. احضني يا معلم يا شيخ اتنيلي ده انا دمي هيب. بقولك ايه تعالي هنا معلم. فين يا معلم؟ تعالي. لا انا فين. خش الاوضه دي. لا لا تعالى معايا. هو هنا هو معايا. ايش ده مش صلبعين على ايه بس؟ حاضر. فين دوبة؟ اهلا يا دوبة. اهلا بيك. ازيك؟ ايه اللي جابك دلوقتي؟ قلت لمنى رايحه ازور واحده جارتي عيان. وجيت اشوف تحسين. هي قال ايه الدكتور؟ دكتور ايه ده؟ انا اللي عايز دكتور يا دوبه. عيان؟ يا لهوي يا معلم ده انت حرارتك مرتفع. اما جه ميزان حرارتي مش عايز ميزان حرارة. مالكش لزوم. مفيش داعي. مالوش لزوم ازاي؟ مفيش داعي يا ستي. بس والله بس غالي عليا. الله يخليك. انا عايز انا غالي عليك. لو كنت غالي عليك مش عايز حاجه. مش عايز. الله انت مالك مش عايزني اخش الاوضه دي؟ انت مش على وعدك ليه؟ الاوضه يعني انا بقى انت فين يا معلم؟ انت فين يا الله؟ انت عندك ضيوف يا معلم؟ الله الله ودي تطلع مين دي؟ انا نجوى فؤاد. اخفى عليك يا خاين يا رشاش. بقى يا راجل تسرب بونا وشغال وتبعتهم عندي عشان تعمل عميتك السودة دي. وربنا يا دوبة انا بريء. اخرج ما تمشي اسمي على لساني. معلش طبيعتي بس شوية يا فؤاد. فاهمك كل حاجة. تعالى يا معلم تعالى. مين الست اللي بتشير مني وتحكد عليا؟ سيبيني في ستي ونسيب جوز بنتي اعملي معروف. يا خيبتكو يا خيبتكم. مش كنت تقولوا انكم مش هتعرفوا تتصرفهم؟ اهو ده اللي حاصل. خلاص انا هتصرف. يعني مؤاخذه انت تستقضي حاجه بمعرفتك. اسكت انت يا خيبتك يا خيبتك. بذمتك خدت ثانويه عامه؟ اسكت يا ولد انت. اسكت بس يا معلم. هو انا اتكلم؟ الو كباريس صرصار المراهق. مدام نونا من فضلك. نونا اهلا نونا. ازيك يا نونا يا بنتي؟ طعم انت يا حلوه. انا دكتور ويليام. نونا انا عايزك تمر عليا دلوقتي حالا. لا 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 شغلانه مهمه قوي. هاي. اي خدمه؟ انت بتاع المساج؟ لا انا بتاع التاريخ. لا 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 انت بتاع المساج. يلا قوم لحسن مستعجله ابتدي الجلسه بسرعه. جلسه ايه يا استهاني؟ اكيد حضرتك غلطانه. انا زي ما قلت لحضرتك مدرس تاريخ. ان كان يلزمك حصه انا تحت امري. اوكي اوكي. انا مدرس تاريخ مش مدرس طبيخ. انت قلعت ليه؟ عشان نبتدي الدرس. قول مره بابليون برابر كان نازل يشتري معسل. راح عند الراجل بتاعنا فبابليون برابر ما لقاش الراجل بتاع المعسل. أم قالت له أنت ما لقيتش. أم بابي يوم برا برا برش بقى. قالت له ما عظيم عظيم. خير يا دكتور؟ طمنا ولا خف شوية عليا. خف شوية يا معلم. دي لسه مرحلة تمهيدية. وبعدين؟ بعد إبراهيم باشا جه وراه على طول زكي. ايه ده يا دكتور؟ بتبوسه.
بتدوس وايه النصر دي بتحضنه؟ خف عليا بقول لك بلاش حركات الاوتوبيسات دي. خليك يا معلم. بيقول عليه الطرياوسي بعد ذات السماك هو دلوقتي اللي بيبوسها يحضنها. خشتي تحسين مات. ألف مبروك ألف مبروك يا معلم ألف مبروك. الأستاذ تحسين في غاية القوة والحيوية والنشاط لدرجة إن الجهاز أعصابه ما استحملتش. إيه وتسيبة العراجل وتسيبة العراجل وتسيبة العراجل. أشكرك يا رب. خلاص تحسين طاب والمعلم اتجنن. خلاص طب والحالة اللي بتجيله دي يا دكتور؟ دلوقتي اقدر اقول لكم ان الحالة بسيطة ما تخافوش. حلاوتك انت قول زي ما عجبك قول. بقولك هجيب خايف. هو دلوقتي في صراع نفسي مش قادر يصدق انه اتجوزها بعد ما كان فاقد الامل وعنده احساس بان امها بتطرده. عشان كده اقترح انه ياخد مراته ويروح يقضي شهر عسل في حتة بعيد عن الشقة في لوكاندا مثلا. شكرا يا دكتور.